تقاطر المواطنون إلى مسقط رأس الشهيد المنصي في منطقة ربد في وادي الأشبار بمديرية سنحان لتقديم واجب العزاء في استشهاد البطل المجاهد العميد الركن حسن المنصي. اجتمعوا من كل حدب وصوب وفاء لما قدمه في سبيل الدفاع عن الوطن وكرامته وسيادته الشهيد العميد ركن حسن عبد الله المرسي، هامة وطنية ترك فراغا كبيرا وحزن لاستشهاده الآلاف. أهالي منطقة ربد في وادي الأجبار بمديرية سنحان تقاطروا إلى منزل الشهيد لتقديم واجب العزاء والمواساة لأهالي الشهيد. والد العميد حسن عبد الله المرسي من أبناء قرية ربد في وادي الأجبار مديرية سنحان محافظة صنعاء عام 1975، وتخرج من الكلية البحرية عام 1998، والتحق بالقوات الخاصة وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية من الأردن عام 2009. اجتاز العديد من الدورات العسكرية المتخصصة ونال الكثير من الأوسمة قبل أن يتعرض الوطن لهجمة شرسة قادها النظام السعودي، ما دفع بالشهيد للالتحاق بميادين الجهاد متوجها إلى جبهة نجران لأداء الواجب الديني والوطني دفاعا عن وطنه وشعبه وكرامته. نجران يشهد لك وتشهد لكامه وابطالك اللي حطموا كل الأرقام، جيش اليمن يهديك أزكى سلامه، والشعب يا أبو حرب يوقف لك عظام، هامة عظيمة تعتلي كل هامة، يا من قهرت احلاف سلمان الاقزام، مرحوم يا مولى الشرف والشهامه، يا خير جند الله يا عز الاسلام. المعزون اشادوا بمناقب الشهيد المرسي الذي استشهد في موقع نهوقة بجبهه نجران قبل ايام من حلول الذكرى 54 لثوره 26 من سبتمبر. نعزي الشهيد البطل حسن عبد الله المرسي، هذا الرجل الهمام الذي كان درغاما وكان رجلا عرفناه رجلا مقاتلا وعاش حرا ومات حرا. الشهيد المرسي خاض العديد من المعارك وأصيب مرات عدة بجروح، فكان نعم المجاهد والأخ والأب والقائد لكل من كانوا حوله وتحت قيادته، وسخر كل ما يملك في سبيل الوطن. نحن اليوم خرجنا نجدد العهد والولاء لكل الشهداء، ومنهم الشهيد القائد أبو حرب حسن المنصي رحمه الله، ونعاهد الله ونعاهده بأن على دربه مأذون. المرسي أول من أسس جبهة نجران وأرعب جنود الكبسة وأذاق الأعداء دروسا في التضحية والفداء والذود عن الأوطان. الشهيد البطل العميد الركن حسن عبد الله المنصي حيا في قلوبنا ولا يمكن أن ننساه حتى آخر قطر من دماءنا. فرق شاسع بين من يختم عمره بإرضاء نفسه على أقلها وبين من يختم عمره بضياع نفسه ووطنه مقابل الاستسلام لأهوائه، لتظل الذكريات العطيرة متواصلة وخالدة في أذهان الأجيال المتعاقبة. محمد العنتري، اليوم صنعاء. نفذت قيادات